السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة ميس مامي التعليمية. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة يا أصدقائي هحكي لكم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يلا يا أصدقائي نبدأ مع بعض. ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في بلد فادام أرام ببابل في العراق. كان والده اسمه آزار. كان يا أصدقائي بينحت الأصنام، الأصنام يا أصدقائي اللي هي عبارة عن تماثيل مصنوعة من الأحجار. لكن سيدنا إبراهيم نشأ كارها لعبادة الأصنام. سيدنا إبراهيم ما كانش بيحب يا أصدقائي عبادة الأصنام، وفي يوم من الأيام أخذ يفكر في حقيقة الكون، وأخذ يبحث عن الإله الحق ويتساءل من هو الإله؟ فبدأ يتأمل في السماء ونظر إلى الكواكب والنجوم والقمر والشمس. نظر إلى الكواكب يا أصدقائي وقال هذا ربي، ولما اختفى قال أنا لا أحب الآفلين، يعني أنا ما بحبش الحاجات اللي تختفي. وبعد كده يا أصدقائي نظر إلى القمر فقال هذا ربي، ولما اختفى القمر يا أصدقائي قال أنا لا أحب الآفلين. بعد كده نظر للشمس، طبعا لقي الشمس كبيرة الحجم فقال هذا هو ربي، ولما اختفت الشمس قال أنا لا أحب الآفلين، يعني أنا لا أحب الأشياء اللي بتختفي. لكن الله سبحانه وتعالى نور له بصيرته وأوحى إليه أن يسلم لله رب العالمين، وجاءه الوحي مبشرا بالنبوة وأصبح نبي من الأنبياء. دعا يا أصدقائي سيدنا إبراهيم قومه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام، وأخذ يخاطب عقولهم. وكان أول من دعاه أبوه آزر. أول واحد دعاه سيدنا إبراهيم هو مين؟ أبوه آزر. لكن يا أصدقائي أبوه رفض الإيمان وهدده بالقتل رميا بالحجارة وطرده من البيت. فدعا له سيدنا إبراهيم بالهداية والمغفرة. كان في يوم من الأيام كان في احتفال كبير سوف يقام على الضفة الأخرى من النهر، وسوف يخرج له الناس. ولما علم يا أصدقائي سيدنا إبراهيم بخروجهم توجه للمعبد وحطم أصنامهم ووضع الفأس في رقبة أكبر الأصنام. ولما رجع الناس رأوا ما حدث لأصنامهم فتساءلوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال أحدهم إنه إبراهيم الذي ليس على ديننا. فدعاه الحاكم وسأله أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. فاسألوا، قال الكهنة إنهم لا ينطقون. فقال إبراهيم أتعبدون أصناما تصنعونها بأيديكم ولا تملك حتى الدفاع عن نفسها؟ ازاي بتعبدوا اصنام انتوا بتصنعوها بايديكم وحتى ان هي كمان مش قادرة تدافع عن نفسها؟ رد الكفار وهم متضايقين ومتغيظين من سيدنا ابراهيم احرقوه وانصروا الهتكم. فاشعلوا نارا عظيما ثم القوا سيدنا ابراهيم فيها بعد ان قيدوه فنجاه الله منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. وبالطبع هذه أصدقائي كانت معجزة كبيرة سببا في إيمان الكثير من قومه. ذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين ومعه زوجته سارة، ثم هاجر إلى مصر بعد أن تعرضت البلاد لجفاف شديد، ثم عاد مرة أخرى إلى فلسطين هو وزوجته ومعهما جارية اسمها هاجر قد أهداها حاكم مصر للسيدة سارة. كانت السيدة سارة عقيما لا تنجب، فوهبت هاجر لسيدنا إبراهيم لتزوجها، فتزوجها وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. طلبت السيدة سارة من سيدنا إبراهيم أن يسكن هاجر ووليدها
في منزل آخر، فأوحى الله إليه أن يسير بزوجته وولده، ففعل حتى وصل إلى أرض الحجاز حيث مكة، وكانت مكة في هذا الوقت صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر. ودعا إبراهيم زوجته هاجر فخافت وسألته كيف تتركنا في هذا المكان الموحش، وكررت السؤال أكثر من مرة فلم يجيبها، حتى قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. وترك إبراهيم هاجر وولده الرضيع إسماعيل داعيا ربه. نكست هاجر في هذا المكان، ومرت الأيام حتى نفذ كل ما معها من طعام وماء، وجاع إسماعيل وعطش وأخذ يبكي ويصرخ، فأخذت الأم تجري مسرعة تبحث عن الماء، فصعدت جبل الصفا فلم تجد شيئا، فنزلت مسرعا، ثم صعدت جبل المروة فلم تجد شيئا، فنزلت مسرعا مسرعة متجهة نحو جبل الصفا. وفعلت هذا يا أصدقائي 7 مرات حتى تعبت، وبينما إسماعيل يبكي ويضرب الأرض بقدميه فإذا بالماء يخرج من تحت قدميه. جرت هاجر نحو الماء وأخذت تسقي وليدها وشربت وحوطت على الماء وهي تقول زمي زمي، فسمي بئر زمزم. علشان كده يا أصدقائي هو سمي ببئر زمزم. ورأت الطيور الماء فحامت حوله في السماء، فشاهدت الطيور قبيلة جرهم التي كانت تسير في الطريق، فعرفت أن هناك ماء، فتوجهوا إليه وطلبوا من هاجر أن تسمح لهم بالإقامة قريبا من الماء، فسمحت لهم بذلك وعاشت بجوارهم في أمان. وجاء سيدنا إبراهيم في زيارتهم، وذات يوم قال الابن إسماعيل يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى؟ كان إسماعيل يا أصدقائي يعرف أن آباه نبي، وأن رؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لأبيه افعل ما تؤمر. لم يتردد إبراهيم في تنفيذ أمر ربه بذبح ولده، كما لم يتزعزع إيمان إسماعيل. ولما يا أصدقائي سيدنا إبراهيم بدأ بذبح ولده إسماعيل، قال إسماعيل لأبيه اذبحني من الخلف حتى لا تقع الشفقة في قلبك وتتردد في تنفيذ أمر الله. وفعل إبراهيم وأخذ يذبح إسماعيل، فلم تذبح السكين يا أصدقائي بأمر الله تعالى، وفداه الله بكبش عظيم. ولما كبر إسماعيل أمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة، فبناها هو وابنه إسماعيل. هذه أصدقائي الكعبة التي جعل الحج إليها ركنا من أركان الإسلام. وبكده يا أصدقائي احنا خلصنا قصة سيدنا إبراهيم، وبكده أنا خلصت الفيديو. لو عجبكم لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة ميس مامي التعليمية.